نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، أهلا بكم. البداية بالعناوين. إحباط محاولة تهريب بضاعة مصنفة خطيرة في بنزرت. مقتل 7 أشخاص في حادث مرور بطريقة رابطة بين جيبس والحامة. وفي فرنسا حزب ماكرون يفشل في تحقيق أغلبية بالانتخابات التشريعية. في تفاصيل أخبارنا، أعلن القاضي الإداري لحبيب أربيعي عن استقالته من عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أوضح في تدوين نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه الاستقالة تأتي مساندة لزملائه القضاة. تمكن أعوان المكتب الحدودي للديوان ببنزرت من إحباط عملية تهريب لمواد مصنفة خطيرة وتحرير محضر في الغرض بقيمة أكثر من 6 مليون دينار بحسب ما أفاد به رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوان. أسفر حادث مرور جد اليوم بالطريق الوطني الرابطة بين جيبس والحامة عن 7 قتلى وفق ما أفاد به ناطق رسمي باسم الحرس الوطني. صادق اليوم الاثنين أعضاء المجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مشروع قرار ترتيبي يتعلق بضبط الشروط والصياغ والإجراءات الخاصة بالمشاركة في الاستفتاء، وقد تضمن أيضا الشروط الإجرائية والشكلية لإيداع تصاريح المشاركة في الاستفتاء وأجل تقديمها. دوليا، ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني قرار النرويج وسط منتجات المستوطنات الصهيونية. جاء ذلك في كلمة له في مستهل الاجتماع الحكومي الأسبوعي في مدينة رام الله. ختاما، فشل حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفائه ائتلاف معا في تحقيق الأغلبية بالجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد. ختام نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إحباط محاولة تهريب بضاعة مصنفة خطيرة في بنزرت وتحرير محضر بقيمة أكثر من 6 مليون دينار. مقتل 7 أشخاص في حادث مرور بالطريقة الرابطة بين جيبس والحامة. وفي فرنسا حزب ماكرون يفشل في تحقيق أغلبية بالانتخابات التشريعية. كانت معكم سيبر بن حميدة. لأكثر التفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فام.